ماذا قال أهل البدع عن استواء الرحمن جل وعلا على العرش؟ قالوا استوى بمعنى استولى. سبحان الله، سبع مواضع في كتاب الله يذكر الله الاستواء استوى، ولا مرة من سبع مرات قال استولى. أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، فلماذا قال سبع مرات استوى ولم يقل ولا مرة واحدة استولى وأنتم تقولون استولى؟ سبحان الله. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن وفيه سبع آيات ذكر الله فيها الاستواء، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، سبع آيات، ولا مرة واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ما قال ولا مرة استوى بمعنى استولى. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، عائشة، أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري، المهاجرون، الأنصار، أبو هريرة، ولا واحد منهم رضي الله عنهم جميعا قال استوى استولى. طلابهم مجاهد، النخعي، مسروق، الثاني الآخر، ولا واحد من تلاميذ ابن عباس، من تلاميذ ابن عباس، من تلاميذ عائشة، من تلاميذ مسروق، ولا واحد قال استوى استولى. سبحان الله، من أين أتيتم بهذا؟ أيعقل أن استوى بمعنى استولى لا يذكر الله في كتابه، ولا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يذكر الصحابة في آثارهم، ولا يذكر طلاب الصحابة وتلاميذهم في آثارهم؟ أين لكم هذا؟ يعني لو وقف هذا الذي يقول استوى بمعنى استولى قليلا بينه وبين نفسه لعلم أنه قد ضحك عليه لما أقنعوه بأن استوى معناها استولى. قال والله راجعت الشيخ فقال لي الشيخ استوى بمعنى استولى حتى لا نمثل الخالق بالمخلوق، وقد قال الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي. فاستوى تأتي في لغة العرب بمعنى استولى. أولا هذا كذب، وهذا بيت الشعر مجهول الوالدين، لا يعرف من قاله، أو أنه ينسب إلى رجل نصراني كذاب. فهب أن استوى بمعنى استولى، هب مثلا، خلينا نلحقه إلى آخر ما نجهز عليه. طيب، الرحمن على العرش استولى، لمن كان العرش قبل أن يستولي عليه الله عز وجل؟ لأن استولى على الشيء بعد ما كان لغيره فيأتي ويستولي عليه، هذه واحدة. اثنتان، إذا كان الرب العالمين جل وعلا استولى على العرش كما استولى بشر على العراق، أليس في هذا التمثيل؟ قال لا، استولى على العرش استيلاء يليق به، ليس كاستيلاء بشر على العراق. قولوا سبحان الله، قولوا استوى على العرش، على العرش استواء يليق به، ليس كاستواء المخلوقين على الفلك. فكما الله استوى استواء يليق به، كما قلتم استولى استيلاء يليق به، الأولى أن تقولوا عن الله ما قال عن نفسه وقولوا استوى استواء يليق به. فانظر إلى كذب هؤلاء، انظر إلى انحراف هؤلاء، انظر إلى ضلال هؤلاء. تجد عقيدة السنة عقيدة ثابتة، عقيدة قوية، عقيدة مستقرة وسهلة، نعم صحيح، بينما عقائد هؤلاء شتى وتناقضة. لما؟ لأن الله يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فعقائدهم ليست من كتاب الله ففيها اختلاف كثير، بينما عقائد أهل السنة من كتاب الله فلا اختلاف فيها، فيثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون عن الله ما نفى عن نفسه مع اعتقاد إثبات كمالي ضده، نفى عن نفسه الظلم لكمال رحمته وعدله.